عايز اسالك سؤال كنت لسه يعني جالي دلوقتي وانا بختم معاك. يعني لو انت موجود دلوقتي في الدوري المصري بتلعب في الكره المصريه تاخد كام في السنه؟ مش عارف قول يعني تختار كام يعني في الارقام اللي بتدفع كتير دي والله. دلوقتي. اصل ممكن احط رقم انا من عندي بس يعني اسمع رقمك الاول. انا بتفاوض معاك دلوقتي وعايزك تيجي تلعب معايا في يعني لما فرقتي. انت هتتكلم، طب انت اتكلم في البدايه في الاول الرقم وانا اقول لك اصل يعني. لا انا لو حطيت رقم ما هو عقد ايه، ما هو دلوقتي الانديه بتعمل ايه؟ بتيجي بس تتفاوض مع لعيب تقول له هندي لك مثلا 10 قروش او 5 قروش، يقول لهم لا انا اخد ايه كذا يعني ايه، بس ايه بيبتدي ايه النادي هو اللي اصل بيتكلم. الرقم اللي انا هحطه بالنسبه للارقام اللي بتدفع دلوقتي فانت هتشتري مني على طول دلوقتي ولا وهتنزل تلعب، فعايز اسمع منك الرقم على ضوء اللي بيحصل دلوقتي لا يعني انت هتتكلم في 70 مليون 80 في مليون في الموسم. السنة، في السنة يعني في الموسم هو رقم كبير بس حقك يعني يعني. في يعني بالنسبه للي بيحصل دلوقتي يعني فهو حقك، هو رقم ضخم قوي يعني. في السنة يعني تخش لك يعني في 70 80 مليون، وانا حاسس ان انت بتتكلم كده بتواضع كمان لا يعني. هو هاخد 70 80 مليون في لا السنه لا يعني. يعني تمام يعني ساعتها انا يعني انا شايف اسعار رهيبه عندك يعني حق سهل. والله. يعني في لعيبه يعني بياخدوا 20 و30 مليون وحاجات كده، فما يعني انا كان نفسي والله كان نفسي، بس انا كنت بهزر معاك يا عشان معيش والله 70 جنيه.